السلام عليكم، انا سميتي حسن سكيت من مدينه ميدار اقليم الدريوش. ولدي تغتصب هذه 4 شهور، لان كانت عندنا هنا واحد الموسى ديال عمي، والسيد استغل الفرصه خطف ليا ولدي داه لدارو، استغلو وتكرفص عليه وتنتسخرو، مشى معاه وما مشاش الحانوت، هو داه للدار. منين دخلوا لداخل طلعوا للبيت، دخلوا للبيت حيد له السروال، قال له نعس على كرشك. الولد ما عرفش، واخا نعس على كرشو ما عارف شنو غادي يدير له، فالتالي نعس عليه قصحو. الولد ولا كيبكي، منين لقى الولد ولا كيبكي نزل عليه، مشى للفيسير. الولد قال له استناني اسمع الطوموبيل. منين جا لعندو قال له عندك تقولها لشي واحد. الولد خايف، رجعوا للدار. صافي الولد خايف، ما قالها لحد. ولكن هذيك الليله ملي نعس الولد ولا كان كيتخلع، كان كيغوت في الليل، ونضنا عندنا في وسط الليل ونضنا عنده، قلت لنا كنقولوا مال هذا الولد، علاش اليوم داير هكا، بحال اللي كيترعد، بحال اللي كيدير، مال السيد. ما تصورناش هذا المشكل اللي وقع له غادي يوقع. المهم مشاو ليام حتى جات واحد الوفاه اخر ديال ولد عمي، عاوتاني كان باغي يستغلو، عاوتاني جا لعندو قال له يلاه تمشي معايا للدار. ملي قال له يلاه تمشي معايا للدار، الولد فكر في داك الشيء اللي دار له قبل، هرب له، مشى عند امه قال له امي راه فلان راه كيقول يلاه نمشيو للدار. قالت له علاش؟ قال له راه ملي مات جدي راه اسمو دار ليا، عاود ليها كل شيء بالتفاصيل. صافي انا مشيت درت مشي، المره ديالي طاحت تصدمات، غير انت كيرشوها بالماء وكيرغبوها، الله يخليك ما تقوليهاش لراجلك. شي يومين عاد قالتها ليا، ملي قالتها ليا كانت تلحد، خليت حتى الاثنين. مشيت للمستشفى باش ندير الخبره لولدي، نشوف هذا الشيء اللي داير السيد. درت ليه الخبره ودرت الشكايه وقدمتها للدارك. منين درنا التحقيق في الدارك جاو داو الولد، لان وصف ليهم ذاك البيت كي داير الناموسيه وكي داير الماريو، واش عنده شي سرجم ولا ما عندوش. المهم عطاهم داك الشيء كلشي بالتفاصيل. ملي داوه دخلوا لذاك البيت لقاو داك الشيء اللي قال لهم الولد هو هذاك. صافي، ولكن مني هودوه دابا للمحكمه، ملي هودوه للمحكمه وقاضي التحقيق تلقوا بصراحه المؤقت، هذه راه ماشي معقول هذا الشيء، كاع هذا الشيء اللي عاود ليهم الولد، كاع هذا الشيء اللي شافوه، كاع هذا الشيء اللي دار هذا المجرم، تلقلوا بصراحه المؤقت. دابا الله يجازيكم، انا كنطلب صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره، وكنطلب من المسؤولين ما يضيعونيش في ولدي كيطلب بالعداله وباغي حقه، لانه هو راه كيجري ويدير المحاميات ويدير هاديو باش يسلك راسه. واش هو انا ملي ما عندي الفلوس، انا راجل ضعيف، غادي ولدي غادي يمشي ضحيه؟ هذا الشيء راه ماشي معقول. كنطالب من الحق ولدي جلاله الملك محمد السادس نصره الله بالحق هاد الضحيه، ولدي عبد الهادي اللي مشى ضحيه عمرو 9 سنين، تعرض للاغتصاب ظلما وعدوانا. انا كنطالب المسؤولين ولجلاله الملك، حق ولدي ما غادي يمشيش ضحيه، حق ولدي، بغيت حق ولدي. اي ام في هاد الدنيا واي اب في هاد الدنيا يوقف معانا.